الجيل اللي فات غير اللي قبله، وكل جيل بيجي بطريقته وباسلوبه وبتكنولوجيا جديده بدماغ جديده باسلوب جديد بطرق جديده. فمن فضل حضراتكم ارحمونا من الاختيارات المحسوبيه دي. اختيارات المحسوبيه دي صعبه قوي قوي، ما ينفعش. مصر لن تتحمل اللي هيحصل بعد كده. اللي هيحصل بعد كده هتبقى فيه لا قدر الله خروج من بطولة كأس العالم أو من تصفيات كأس العالم، لا قدر الله خروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021. ما هو ده اللي جاي للمنتخب. إزاي المدير الفني يبقى له دور في تطوير الدوري ويبقى له دور ودور قوي ويختار لعيبة عايزة تلعب باسم مصر، مش لعيبة جاية تهزر أو ما فيش وكيل ولا سمسار يجي يختار له. الكلام اللي حضراتكم كله كلكم عارفينه. هو الكابتن حسن شحاته قعد 6 و8 و10، الراجل كان بيختار الناس اللي شايفها كويسه. فيا جماعه من فضل حضراتكم المسؤولين عن انا ما اعرفش مين المسؤول بالمناسبه، ولا عارف مين اللي بيعمل ايه، محدش عارف حاجه. فعلا محدش عارف حاجه، فانا مش هتكلم في الموضوع ده او ما اعرفش مين اللي مسؤول، لكن انا بوجه رسالتي للمسؤول من فضل حضرتك اي حد مسؤول عن اختيارات الفترة القادمة، تأنى شوية واصبر شوية واختار بناء على معايير. ابعد عن المحسوبية والمجاملة. شفت المحسوبية والمجاملة ودتنا فين؟ ودتنا في حتة صعبة جدا. الناس كلها بالمناسبة هتحس بالكلام اللي الواحد بيقوله ده واللي كتير بيقولوه. يوم الجمعة المفروض يوم الجمعة ده كنا عاملين حفلة هنا في القناة، واحنا بالمناسبة طالعين قبل المباراة النهائية بساعتين وهنقعد مع حضراتكم ونقول لكم ايه اللي بيحصل. تخيلوا بقى لو كان منتخب مصر بيلعب. تخيلوا لو كان منتخب مصر بيلعب كان ايه اللي هيحصل؟ فالمسؤول عن اللي حصل خلاص استقال. مجلس إدارة الاتحاد أعلن إن هم مسؤولين واستقال، حتى لو من الناحية الأدبية. هم قالوا كده. خلاص هم استقالوا. اللي جاي من فضلكم أرجوكم مصر محتاجة معايير علشان يتم من خلال هذه المعايير اختيارات مدير فني. لجنة فنية تقدر تختار. عندنا نجوم عظام وكبار جدا جدا يقدروا يشتغلوا في اللجنة الفنية دي ويقدروا يختاروا بشكل جيد، سواء مدير فني أجنبي أو مصري، اللي انتوا عايزينه. أنا ما بقولش أنا ضد ده ولا مع ده ولا مع ده ولا ضد ده، لا، أنا بقول لحضراتكم المعايير. الفترة الجاية فترة صعبة جدا في كرة القدم المصرية.